ولكن هو انكماء على واحد الموضوع اللي فيه نوع من الاجماع ديال كل المغاربه دوله ومجتمعا على هذا الموضوع ديال القضيه ديال الوحده الترابيه ديال الصحراء المغربيه اللي كتنطبق الى حد ما في العقيده المغربيه سواء بالنسبه للدوله ولا بالنسبه للمجتمع هي جزء اصيل في معادله استمراريه واستدامه الشعب وفق الشعار ديال الخالد الله وطن. ما هو الحاصل؟ الحاصل ان اليوم نعيش في ظل ان المنتدى الدولي يعني قدم مجموعة من الاعترافات عاملة الدبلوماسية المغربية إلى حيازة زوال 26 قنصلية بحواضر الصحراء، 14 في العيون و12 في الداخلة، ما يفيد أن هناك تجربة دبلوماسية فريدة من نوعها جعلت المنتظم الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية في الشهر الصارم الدولة الإسبانية أن يذهب في اتجاه اعتراف بمغربية الصحراء والاعتراف بالمشروع الذي يقدمه المغرب المتقدم في الحكم الذاتي الذي سبق المغرب وقدمناه في 2007. إذا السؤال اللي غنطرحه هو السؤال اللي طرحه الحسن الثاني رحمه الله عليه في 75 قدمه لصالح محكمة لاهاي، محكمة العدل الدولية سنة 74. حاول الجواب على سؤالين، أولا هل الصحراء كانت أرضا قاحلة؟ لم تكن معمر فيها بلاد السكينة. والسؤال الثاني هل كانت هناك روابط بيع ام لم تكن هناك روابط بيع؟ اجابت محكمة لاهاي حول السؤال الاول وقالت انها لم تكن ارضا خلال. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عبدالقادر المزرعة. تم انتخابي اليوم رئيسا اقليميا للمرصد الافريقي للدفاع عن الوحدة الترابية، وخلوا لي الصلاحية لتشكيل مكتب مع تنظيم ندوة بعنوان الصحراء المغربية من مبايعة القبائل إلى الاعتراف الدولي. الندوة كما لاحظتوا معنا حضروها دكاترة وأساتذة أجلاء من هذا المنبر مشكورين، وكنشكر كذلك الصحافة اللي غطات هذا الحدث. وبهذه المناسبة كنشكر جميع السلطات وعلى رأسهم عامل صاحب الجلالة على إقليم أسفي السيد حسين شينان. صراحة هذا السيد اللي ما كيبخلش علينا ب المساعدة ديالو، حنا جميع الحاجيات اللي احتاجينها في هذه الندوة اتصلنا به وتنفذت على أحسن وجه. شكرا مرة أخرى للجميع، شكرا للصحافة كل موقع باسمه على هذه التغطية وشكرا. السي عبدالقادر، واش غادي نشوفوا البرنامج مسطر عما قريب والمكتب غيتشكل عما قريب؟ إن شاء الله بداية من يوم الاثنين غيتشكل المكتب وسنزودوا جميع المنابر بتشكيلة ديال المكتب، وهناك إن شاء الله غيكونوا ندوات أخرى ولقاءات مع جمعيات المجتمع المدني في أقاليمنا الصحراوية إن شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق TV وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق TV جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.